السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في حلقه اخرى من اصنع مستقبلك. الحلقه ديال اليوم هي واحد الفكره ديال واحد المشروع اللي تقاسمها معايا واحد من المتتبعين ديال القناه، وكنبغي نشكرو بزاف لانه عنده داك الحب ديال التقاسم ديال المعلومات. هو خدام فيها مزيان، تواصل معايا في الخاص، قال لي بغيتك تقاسم مع الناس هاد المعلومات باش اللي كيشوف راسو انا ممكن ينجح فيه. وهو وراني جميع التفاصيل اللي غادي نوريها لكم في هاد الحلقه، فنبداو على بركه الله. فالفكره ديال هذا الصديق ديال هذا المشروع اللي خدام فيه فاس هي كياخذ التمر بالجمله. هذا التمر هذا واحد النوع قال لي سميتو العراقيه. صراحه انا ما كنفهمش في هذا الميدان، لكن كنعطيكم المعلومات كما قالها لي. فكياخذوا تقريبا بين 8 حتى 10 دراهم باش كياخذوا الكيلو، وكياخذ واحد البواط ديال البلاستيك اللي هما فين كيحط فيهم هذاك التمر. هذوك البواطات الحجم ديالهم كيزيدو نص كيلو، يعني 500 غرام، وكيحتاج كذلك واحد الزيتيكات اللي كيلصقهم على البواطه باش كتبان مسدوده جايه من بلاصتها ديريكت المحل. هذوك العلب البلاستيكيه قال لي انهم كيتقاموا بدرهم ونص، وكيدير فيهم نص كيلو ديال داك التمر، يعني تقريبا كتقام عليه بخمسة ونص حتى 6 دراهم باش كتقام عليه هذيك البواطه. وهو كيبيعهم بالجمله ب 10 دراهم ب 9 دراهم للحوانت، اللي الحوانت بدورهم كيبيعهم ب 12 13 درهم للناس. فالتالي تتبان الامور عاديه، لكن الجميل في هذا المشروع انه دار واحد الحاجه جديده. يعني انا موالفين كنشوفوا عند الحوانت هذاك التمر اللي كيكون طويل في واحد الفرشي فقط، وتيكون غالي، يعني فيه غير شويه وتيكون غالي. دابا هو كيوفر لهم هذوك لي بواط اللي كيبانوا معقمين ومسدودين مزيان، والتمر اللي تيدير فيهم تيدير التمر اللي ما تكونش فيه السوسه وتيكون مزيان باش اللي يستعملهم غادي يعاود ثاني ياخذوا بواحد الوزن كبير، يعني نص كيلو ب 13 درهم كتبان مناسبه للناس، لانه ما مشاش شرا ديال العبار ديال الكيلو، انما مشى شرا واحد في البواطه اللي غادي يكون نقي. وباش تفهموا الفكره اكثر قلت ليه باش يرسل لي واحد الفيديو كيشرح الطريقه ديال العمل اللي هي اللي غادي نشوفوا دابا. انا بركات انت اخويا، كذلك هذه هي التمره باش كنخدم العراقيه، واش فهمتي؟ ما فيها لا سوس لا حتى شي حاجه، يعني واعره غزاله ما شاء الله. نهزوها من تما، كنعمروها في طيوسك بحال هادوما، طاسات بلاستيكيه بحال هكا، واش فهمتي؟ هاد التمره هادي هي اللي هنا كنعمروها هنا ياك، وكنوزنو نص كيلو. خصو ضروري يكون عندنا ميزان بحال هذا هو، فهمتي؟ كنوزنو بنص كيلو، كنعمرو ديك الطاسه حتى تجينا على هذا الشكل. هذا هو كتعطينا 500 غرام ديال الطاسه و 22 غرام ديال الطاسه خاويه، وكنلصقوا عليها لي تيكي ديالنا، واش فهمتي؟ وكتجينا على هذا الشكل. هذا هو هاهي كتجينا على هذا الشكل. هذا مرحبا اخويا، استفد معنا الجميع، مرحبا، بارك الله فيك. كما كتشوفوا الطريقه بسيطه، كيحتاج الميزان وكيحتاج لي بواط ديال البلاستيك وكيحتاج التمر وواحد المكان ممكن غير في الدار ديالك تصاوب داكشي كامل، وكذلك لي زيتيكات اللي تلصقهم عليهم باش يبان البرودوي نقي ومزيان. وهذوك لي بواط ديال البلاستيك تيبانوا ترونسبارون، تيبينوا التمر على حقيقته، ماشي بحال الكارتون اللي كتشوف غير التوجيهات تحت ما كتعرفش شنو فيه. والطريقه ديال الخدمه سهله، دغيا كيوجدوا الكونتيتي اللي بغاو وكيبداو في التسويق ديالها. بالنسبه للتسويق، التسويق كيحتاج منك مهارات. اول حاجه انك صاوبتي انت واحد الشكل جديد، حاول تصاوب واحد ديزاين يكون زوين، يعني لي بواط ديال البلاستيك كل غطا ديالهم بالوان اخرين، التيكيت اللي غادي تلصق يكون فيه واحد اللون زوين، واسم ديالك اللي غادي دير في هذوك التمر اللي خدام عليها. كذلك الجوده ديال التمر، حاول تهز التمر اللي غادي يكون نقي، يعني حاول فاش بغيت تشري تمر يكون ما فيهش سوسه، قلبو باش ما تخسرش الكليان ديالك، لانه ماشي الربح في البيع الاول، انما الاستمراريه ديال البيع هي فين تيكون دائما الربح. ودير ثمن مناسب للناس، حتى الا اقتضى الامر وكان عندك التمر كثير وبغيتي دير فكره اخرى، كيديروها بزاف ديال لي فورنيسور، هو كتقترحو من المحل اللي ياخذهم من عندك. حتى اللي ما بغاش ياخذ من عندك كان متخوف، قول لي انا نحط لك واحد 10 ولا 20 بواط ومن هنا لسيمانه غادي نجي، الا تباعو غادي نتخلص من داكشي اللي تباع، اللي ما تباعش غادي يبقى عندك تنعاود ثاني نبيعو. هذا التعامل هذا تحيد هذاك التخوف الاول ديال الحوانت، حتى كيتيقوا في البرودوي ديالك ويشوفوا الناس انهم كيشريو، تما غادي يوليو يبقى يتصلوا بك دائما باش ياخذوا من عندك هذاك المنتوج. يعني الهدف هاد الملحنات هو التوائر، ففاش يبان ليه الربح دائما غادي يبقى يعيط عليك، وخاص الصبر والاصرار، خاصك تكون مصر، ما تدورش عند الاولاني والثاني والثالث وشوف حتى شي واحد ما تقبل الفكره ديالك
وتحبس، انما حاول دور وحاول دور وحاول دور، كاين المئات ديال الحوانت، دور وتوكل على الله وبدا ولو بشويه بخمسه ديال البواطات 10 15 20 حتى يكسبوا الناس ديال الثق، وتما غادي يولي عندك طلب كثير. كما كتشوف هذا السيد الى عاودتوا الفيديو ديالو في الاولى كيبانوا كرات كثار ديال التمر. هذا السيد هذا كما صرح لي في الواتساب انه كيدخل ارباح كبيره، وكاقل ربح يومي هو 500 درهم الفو، لكن ناتج على تجربه كبيره. قال لي انه مع المده حتى وصلت لهذا المستوى هذا ولا كيعرف الحوانت كثار. كذلك حط واحد الخطه تسويقيه، حط واحد الخطه استمراريه، خصوصا ان احنا على ابواب الشهر الكريم. هذه فرصه باش الناس غادي تقبلوا البرودوي ديالك مزيان. حاول توجد برودوي يكون زوين وعطيه للناس، لانه الاستهلاك ديال التمر تيكون مطلوب بزاف في هذه الايام هذه وفي رمضان. خدم في هذا الشهر ونص وغادي دير بلاصتك، ومن بعد السوق غادي يعرف المنتوج ديالك وغادي تولي خدام على طول العام. ففكره بسيطه لكن مربحه، وكنعاود نشكر هذا الاخ اللي تخص معنا هذه الفكره باش نوريها للناس الاخرين. كذلك اي واحد عنده شي فكره بغيت تقاسمها مع الناس يمكن لي يخليها في تعليق التليفون ديالو، غادي نتواصلوا معاه وشرحنا الفكره مزيان، وحنا غادي نوصلوها للناس باش كلشي ياخذ لاجر. نتمنى تكون هذه الحلقه عجبتكم، ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله في امان الله.